السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو وريفيو جديد ومختلف من عالم السيارات، والاختلاف بتاعه في العربية اللي هنتكلم عنها النهاردة، والاختلاف كمان في الترتيب. يعني مش هنمشي بالترتيب المعتاد اللي اتكلمنا عنه أو بنتكلم عنه دايما أو بنمشي بيه في الريفيوهات بتاعتنا. النهاردة احنا معانا فيات تيبو فيس ليفت 2022 اللي تعرفنا عليها في السوق المصري أول ما نزلت. عملنا ريفيو أو عملنا مقارنة ما بين الفئة الأولى والثانية اللي بتطرح بيهم العربية في السوق المصري، وما بين الشكل القديم كمان جبناه معاهم، وكلمنا عن كل ما يتعلق بالعربية بمجرد طرحها في السوق المصري. كل الفيديوهات دي هتلاقوها موجودة على قناتنا على اليوتيوب، لكن احنا النهاردة هنتكلم على فئة جديدة اضيفت اعلى من الهاي لاين المفروض، وبتجهيزات اضافية، تحديدا تجهيزين خارجيين في التجهيزات الخارجية وتجهيزين داخليين هنتكلم عنهم. فبالتالي احنا مش هنتكلم على كل حاجة في العربية، احنا النهاردة هنتكلم بس على الاضافات في الفئة الاعلى تجهيزا من فئة تيبو اللي قدامنا النهاردة. فاصل صغير زي ما تعودنا، هناخد فيه لفة سريعة حوالين العربية ونرجع نكمل. بص يا سيدي، التجهيزات الخارجية الإضافية هنا في الفئة الجديدة من فيات تيبو سيدان عبارة عن ثلاث تجهيزات. التجهيز الأولاني ممكن نقول عليه لمسة جمالية أكتر منه تجهيز، وهو تطعيمات الكروم اللي موجودة في مقدمة العربية. في الشبكة الأمامية تطعيمات الكروم مش جديدة علينا، شفناها في الهاي لاين، لكن الجديد هو تطعيمات الكروم اللي عاملة زي فريم حوالين الفوج لايت الأمامية اليمين والشمال، وواصل ما بينهم تريم كروم فوق الفتحات التهوية السفلية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فمديه منظر مختلف وشبابي أكتر ورياضي أكتر للعربية. ده طبعا لمسة جمالية إضافية هنا في الفئة الجديدة من فيات تيبو سيدان. بعد كده نروح للتجهيز الثاني في مقدمة العربية، وممكن نعتبره تجهيز أساسي وممكن نعتبره كمان من عوامل السلام والأمان الإضافية هنا في العربية، وهو سنسور الركن الأمامية. سنسور الركن الأمامية مش جديدة علينا في الفيات تيبو، تعرفنا عليها في الفيات تيبو الهاي لاين الهاتشباك، هتلاقوا الريفيو بتاعها المفصل موجود على قناتنا على اليوتيوب، ممكن ترجعوا له. لكن سنسور الركن الاماميه دي تعتبر فئه او تجهيز جديد على الفئه الاضافيه من فيات تيبو في السيدان تحديدا. طبعا ده تجهيز موجود، وعندنا كمان تجهيز اضافي خارجي ليه علاقه بعوامل السلام والامان في جنب العربيه، هنتكلم عنه لما نوصل. اما بالنسبه لمنظومه الحركه فهي نفس منظومه الحركه اللي موجوده في العربيه، ما فيش فيها اي اختلاف. محرك 4 سلندر 1600 سي سي تنفس طبيعي مع نقل حركه اوتوماتيكي تقليدي. المنظومه بتطلع 110 حصان وحوالي 153 او 154 نيوتن متر عند 4400 لفه، منظومه حركه اعتماديه وتقليديه مفيش منها اي شكاوى لحد النهارده. بالنسبه لمنظومه الاضاءه الاماميه فزي ما احنا شايفين للاسف الشديد كانت محبطه لناس كتير، انا منهم، ان الاضاءه جت هالوجين مش ال اي دي زي ما موجوده في الهاي لاين. الاضاءه جت هالوجين بالكامل، سواء الاضاءه الرئيسيه العالي والواطي او اضاءه الاشارات او حتى اضاءه الفوج لايت الاماميه. الاضاءه بالكامل في مقدمه العربيه بتكون هالوجين، لكن طبعا في الخلف بيكون ميكس بين ال LED والهالوجين، هنتعرف عليها لما نوصل لها. ده كده سريعا ما يتعلق بالتجهيزات الاضافيه في مقدمه العربيه. تعالوا بقى نتنقل لجنب العربيه ونتعرف عليها، يلا بينا. هنا في جنب العربيه زي ما اتفقنا هنكمل اللمسه الجماليه اللي كانت موجوده في مقدمه العربيه اللي هي تطعيمات الكروم، وهتيجي هنا في جنب العربيه في مقابض الابواب. مقابض الابواب هتيجي من الكروم، وعندنا طبعا الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح لباب السائق وباب الراكب الامامي زي ما احنا شايفين. عندنا كمان تجهيز اضافي واخر تجهيز اضافي خارجي موجود بره العربيه هنا في الفئه الاضافيه من فيات تيبو سيدان، وهو موجود في المرايات الجانبيه البلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء، موجود هنا في المرايات الجانبيه. ولكن لا زالت المرايات الجانبيه ما فيش عليها الاشارات الجانبيه، الاشارات الجانبيه موجوده على الرفرف الجانبي اليمين والشمال، ولا زالت برضو المرايات الجانبيه قابله للضم يدويا زي ما احنا شايفين كده، مش اوتوماتيكيا ولا كهربائيا للاسف. لكن ما عدا ذلك بقت التجهيزات تقريبا برضو زي ما هي. عندنا الجنط مقاس 17 انش بيجي توتون زي ما احنا شايفين بالنقشه الرياضيه اللي باينه قدامنا، والابعاد بتاعت العربية
العربية زي ما هي، الإزاز الخلفي بيجي فوميه، والفاصل ما بين الإزازين اللي قدام واللي ورا بيكون من البيانو بلاك أو بلاستيك الأسود اللامع. ما عنديش فتحة سقف برضو للأسف، لازال برضو تجهيز غايب عن العربية، وأنتنة زعنفة القرش للأسف برضو مش موجودة هنا في العربية. ما عدا ذلك في التجهيزات الخارجية كده احنا قلنا تقريبا كل الإضافات اللي موجودة هنا في الفئة الإضافية من فيات تيبو سيدان. سنسور الركن الأمامية، تطعيمات الكروم في مقدمة العربية، وتطعيمات الكروم في جنب العربية، والبلايند سبوت ديتكشن الموجود في المرايات الجانبية. تعالوا بقى نتنقل للمقصورة الداخلية للركاب عشان نتعرف على أبرز التغييرات والإضافات اللي موجودة هنا فيها في فيات تيبو فيس ليفت 2022 بفئتها الإضافية. يلا بينا نبتدي بقى نتكلم عن التجهيزات الداخلية الإضافية اللي موجودة في العربية من الكنبة الخلفية. وعندنا أول تجهيز إضافي موجود هنا في الفئة الجديدة من فيات تيبو سيدان هو اليو اس بي الخلفية اللي موجودة هنا. عندنا يو اس بي خلفية تايب A، ولكن طبعا بتؤدي الغرض بشكل اساسي، وده اضافه كويسه جدا. لكن مع ذلك كل حاجه زي ما هي، عندنا الفرش من القماش، الماتيريال بتاعته لطيفه متماسكه، عندنا كمان مسند الايد الخلفي اللي موجود هنا بدون كاب هولدر برضو علشان لو حد عايز يسند ايده او حاجه، ومع امكانيه طي الكنبه الخلفيه زي ما اتفقنا، زي ما احنا بالظبط مفيش اي اختلاف 40-60، بتزود مساحه الشنطه معاك اكتر من المساحه الاصليه للعربيه، بالاضافه طبعا لايزوفيكس او اماكن تثبيت مقاعد الاطفال الموجوده هنا، بالاضافه لاحزمه الامان الخلفيه. فبالتالي التجهيزات بشكل عام لسه زي ما هي، مفيش اي اختلاف. الاضافه الموجوده هنا واللي تحسب للعربيه الحقيقه هو فتحه اليو اس بي الخلفيه، لازالت المساحات زي ما هي، وكذلك الفرش والماتيريال المستخدم في الابواب والازاز الخلفي الفومي. طيب تعالوا بقى نتنقل لقدام، لان برضو التجهيزات الاضافيه اللي موجوده قدام هي تقريبا احسن حاجه موجوده في العربيه. هنتعرف على الشاشه، وهنتعرف كمان على شاشه الاعدادات الديجيتال كوكبيت بالكامل اللي اضيفت هنا في الفئه الاضافيه من فيات تيبو سيدان. يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي واللي فيه تقريبا معظم التجهيزات الاضافيه الجديده اللي الناس حابه تشوفها في العربيه هنا في الفئه الاضافيه. بس خلونا نبتدي بعوامل السلامه والامان في العربيه الاول، واللي غالبها او اغلبها نعرفه قبل كده وموجوده في الهاي لاين. مبدئيا عندنا 6 ايرباج، لان كان في ناس كتير بتتكلم على ان العربيه فيها 4 ايرباج، بس لا، فيها 6 ايرباج، 2 امامي و2 جانبي موجودين في الكراسي، و2 ستائري موجودين في القوايم اللي في المنتصف. وعندنا طبعا انظمه الفرامل المختلفه، الاي بي اس والاي بي دي والتراكشن كنترول والاي اس بي، موجود ليه شورت كات موجود هنا مع التايب بريشر مونيتورنج او نظام ضغط الاطارات او كشف ضغط الاطارات، بالاضافه كمان لتجهيزات اضافيه اتكلمنا عليها اللي هو البلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء في المرايات الجانبيه، وبالاضافه كمان لسنسور الركن الاماميه وسنسور الركن الخلفيه والكاميرا الخلفيه. فعندنا سيفتي باكج محترمه موجوده هنا في الفئه الاضافيه من فيات تيبو سيدان. لكن بالنسبه للتجهيزات الاضافيه بقى داخليا اللي موجوده هنا، فهي بشكل اساسي موجوده في الانفوتيمنت سيستم بتاع العربيه. مبدئيا عندنا زرار ستارت ستوب انجن، ده اضافه موجوده هنا. رقم 2 عندنا شاشه الانفوتيمنت سيستم ال10 انش بسوفت وير مختلف تماما وجديد على فيات. هنلاحظ ان هي كمان السنسيتيفيتي بتاعتها اعلى، هنلاحظ كمان انه الريزوليوشن بتاعها اعلى بكتير من اي شاشه موجوده في فيات طرحت مؤخرا، بالاضافه كمان لدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو وايرلس، ودي برضو احد الاضافات الجديده. مفيش اي اسلاك ممكن تستخدم لاتصال التليفون بالشاشه موجود هنا، زي ما انتم شايفين ابل كار بلاي شغال بدون اي استخدام للوصلات. عندنا كمان الاضافه اللي بعد كده، وهو شاشه العدادات الديجيتال كوكبيت بالكامل، مفيش فيها اي عقارب، سواء مؤشر بنزين، مؤشر الحراره، عداد السرعه، عداد الار بي ام، كل المعلومات الخاصه بالعربيه موجوده قدامك في شاشه 7 انش بالكامل الوان، مع تجهيزات كل العربيه موجوده قدامك، بتقدر تتحكم في كل حاجه ليها علاقه بالشاشه من خلال الازرار اللي موجوده على شمال عجله القياده هنا، وعلى يمينك عندك الكروس كنترول، وبعد كده عندنا التجهيزات العاديه في العربيه اللي كانت موجوده في الهاي لاين، باستثناء لمسه جماليه موجوده وهو التريم البيانو بلاك اللي موجود هنا، اللي بيشكل الازرار بتاعه الشورت كات اللي موجوده تحت فتحات التكييف الوسطيه، وبيمر كمان تحت فتحه التكييف اليمين او اقصى اليمين اللي موجوده هنا، وفتحه التكييف الشمال برضو نفس الحكايه. فهو تريم من البيانو بلاك اضافي موجود هنا كلمسه جماليه، بالاضافه كمان لانه الانفتيم سيستم تم تزويد بكره موجوده هنا للتحكم في الصوت، واعمل من خلاله ميوت كمان، فدي برضو لمسه اضافيه جديده. لكن ما عدا ذلك زي ما احنا، فتحات التكييف موجوده زي ما هي بتطعيمات زي فريم حواليها كده من الكروم. التكييف نفسه بيجي اوتوماتيك عباره عن شاشات صغيره مع ازرار وبكر شكلها لطيف ومميز. فتحه يو اس بي تايب A، فتحه 12 فولت مع الشاحن الوايرلس الموجود هنا في العربيه،
وعصايه نقل الحركه اللي بتيجي من الجلد هي وعجله القياده. لكن فرامل الايد لازالت للاسف زي ما هي فرامل ايد يدويه. 2 كاب هولدر موجودين مع مسند ايد من القماش، والفرش بالكامل في العربيه بيجي من القماش قابل للاطاله مع مساحه تخزين سفليه تحت منه. عجله القياده قابله للحركه في 4 اتجاهات، فوق وتحت وقدام وورا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وزي ما قلت لكم على يمينك الكروس كنترول، على شمالك وحده التحكم في الانفوتيم سيستم مع ازرار فتح وقفل والفويس كوماند فتح وقفل المكالمه والفويس كوماند او الامارات الصوتيه. عندك على شمالك مجموعه الازرار الخاصه بالتحكم في ارتفاع عدسه الاضاءه الاماميه، وزرار التراكشن كنترول، وزرار التاير بريشر مونيتورنج، وزرارين للفوج لايت الاماميه والفوج لايت الخلفيه. على باب السائق عندنا وحده التحكم في الازاز بتاع العربيه بالكامل اللي بيجي كهرباء. اما التحكم في المرايات الجانبيه اللي فيها البلايند سبوت ديتكشن زي ما اتفقنا فبيكون التحكم فيها كهربائيا، اما القفل بتاعها او الضم بتاعها بيكون يدويا بالكامل. ودي كانت نقطه اتكلمنا عليها في جنب العربيه، وكنت اتمنى ان هي تتغير اكتر من كده. كنت اتمنى كمان احنا نشوف شيفت بادل موجوده بدل الازرار بتاعه التحكم في الصوت، كنت اتمنى برضو ان احنا نشوفها، لان احنا كده كده عندنا كنترولر هنا فانا مش محتاج الازرار دي خلاص. يا ريت كانت تستبدل بشيفت بادل في العربيه. وكنت اتمنى كمان انه فرامل الايد تكون كهربائيه مش يدويه، وفتحه سقف برضو غابت عن العربيه للاسف. لكن عندنا المرايه الخلفيه هنا بتبقى اوتو دامينج او تعتيم ذاتي مع وحده اضاءه موجوده هنا للاضاءه الاماميه، بتيجي هالوجين لكن بتيجي سوفت ناعمه الى حد ما. الكرسي قابل للضبط طبعا، الكراسي الاماميه بالكامل قابله للضبط يدويا بشكل كامل، ما عدا الدعم القطنيه اللي موجود هنا هو اللي بيجي كهرباء فقط، لكن ما عدا ذلك كل الاتجاهات بتاعه الكرسي بتكون يدويه. الماتيريال المستخدم زي ما هو ما فيش اي اختلاف، من فوق الباب بيبقى من البلاستيك، ومن الجنب او من البطن بيبقى من القماش، وهنا كمان بتبقى تطعيمات من البلاستيك واخده شويه او لمسه جلد مع سوفت ماتيريال موجود. الكاب هنا بتاع العدادات بيبقى من السوفت ماتيريال، لكن هنا بيبقى كمان واخد يعني ايه لمسه جلد كده، بتدي احساس مريح كده في اللمس بتاعها. ده كده سريعا ما يتعلق بالسيفتي باكج والانفوتيمنت سيستم والتجهيزات الاضافيه في الفئه الجديده من تيبو سيدان في السوق المصري، وطبعا موديل 2022. سعر العربيه اخر حاجه هنقولها وهو 340,000 جنيه، فرقت حوالي 20,000 جنيه عن فئه الهاي لاين اللي عرفناها في السوق المصري. فالسؤال بقى اللي هنختم بيه الريفيو بتاعنا، واللي اتمنى ان انا اكون قدرت اوضح فيه كل التجهيزات الاضافيه في العربيه، هل يا ترى التجهيزات الاضافيه دي بتساوي ال 20,000 الزياده عن الفئه الهاي لاين ولا لا؟ هل ال 340,000 سعر مناسب للفئه الاضافيه الجديده بالتجهيزات اللي احنا قلناها مع اللمسات الجماليه اللي احنا قلناها في العربيه ولا لا؟ دي بقى الاجابه بتاعتك انت، هنسيبها لك ممكن تجاوب عليها في الكومنت تحت الفيديو. بشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وعربيه جديده. مع السلامه.